اسمي حذيفة صفا حمادي، مواليد 84، ساكن بباب دريب، بس المسكن حد الفاخورة. حذيفة شو دراستك؟ الصف الخامس. احكي لي شو صار معك من بداية الأحداث بحمص. اتصل في عمار حمادي قال لي تعال بدي اياك. اجيت لعنده قال لي بدنا نشكل مجموعات. قلت له شلون نشكل مجموعات؟ قال لي بدنا مصاري. قلت له منين نجيب مصاري نحن؟ نحن يا دوبنا عم نشتغل بناكل. قال لي في واحد اسمه مجاهد السعودي مجاهد تركاوي. قلت له ايه؟ قال لي هو بعتنا مصاري، هو بده يانا نشكل مجموعات. قلت له نحن منين نجيب من العالم؟ قال لي انا بعرف حدا باب سباع. قلت له ايه؟ تركته راح هو على باب سباع، بيعرف هو ابن زار. ابن زار عرفوا على بلال الجن وابو عبده وحج خضر وعبد القادر، عرفوا عليهم وقال لهم هو بعطيكم سلاح بس كل واحد يعملنا مجموعة. قال له ايه؟ قال له منين نجيب سلاح؟ قال له في واحد سعودي بعتنا مصاري. قال له ايه؟ اشترى اول مرة ب250,000 سلاح، تاني مرة بعت له 2,000,000 اشتروا سلاح، بعت له اياهم من طريق لبنان، من لبنان بعت له اياهم الحاج خضر، جابهم جاب اياهم الحاج خضر لوين؟ لعند عمر، وعمر اشترى سلاح. شو السلاح اللي كان يشتروه؟ روسيات. اول شيء اشتروا روسيات، بعدين وقت وصلت تاني دفعة اشتروا قواذف ورشاشات، حطهم عند بلال الجن. بلال الجن انه عنده مجموعته كثيرة، نحن حطونا بالمريجة حد الفاخورة. قبل المريجة هلا انتو كم مجموعة صرتوا؟ صرنا 5. احكي لي كل مجموعة شو عددها ومين مسؤول عنها وشو فيها سلاح؟ حج خضر بالخالدية ما بنعرف عنه شيء، انه بالخالدية. ابو عبده عنده 5-6، هو لانه عزاوية المريج عزاوية باب سبا. ابو حج نزار وابو نزار عنده 5. حج خضر عنده شيء 30 واحد مستأجر لهم دار وقاعد معاهم هو. نحن 5 حد الفاخورة، نصرنا نحن بنفس الشارع بس لآخر، بس أكثر شيء بلال الجن هو سامر ابن عمون عندهم. بيجي بيقولنا أوسوا على الجيش، مرون أوس نحن. مجموعة بلال كم واحد كانت؟ 30. 30 واحد؟ ايه، بيضلوا هدول بالليل وبالنهار مستأجر لهم هو شقة وقاعد معهم، بيضلوا معهم. شو بعدين شو العمليات اللي عملتوها بعد ما تشكلت هاي المجموعات؟ اجى السلاح، كل واحد شالته، اجى السلاح. يجي بلال هو المستلم، بلال الجن وعمر، يجي وابن زار يقول هجموا على الجيش، نقوس على الجيش. اول مره قوسنا اجت سياره اسعاف اخذت 4. اجى بلال الجن قال تعالوا هجموا على المستوصف، نحن ما يقربوا علينا لانه مجموعتنا نحد بحد الفخوره. يجي بلال وجماعته اخذ مننا ونروح نقوس عند المستوصف. ما شفنا حد يمات نحن، بس شوف قوسنا. بلال الجن قريب حد القلعه، يقوس بلال انه الجيش هنيك حد القلعه، نقوس هنيك. بلال الجن يطلع بسيارته بالليل هو مجموعاته، يقوس بالشوارع يقوس بلال هو مجموعته لانه كبيره، عنده سيارتين، سياره من دون نمر هونداي سودي وسياره بنمر. بلال بسوقها، وفي سياره تاني ابن عمه بسوقها، هاي مستاجرينها. حاج خضر بالخالدية ما بنعرف شيء عنه، بس بيجي بياخذ سلاح وفشاك. طب شو الهدف من هذا الموضوع؟ بلال الجن وعمر بيقولوا انه الجيش عم يهجم على الشعب، هو ما الجيش عم يهجم، ما شفنا حدا. بيقولوا عم يهجم على الجيش وعم يقوس وعم يضرب العالم، نحن لازم نقوس. بلال وعمر مين بيقول له؟ مجاهد تركاوي بالسعودية، بيقولوا ليك عم يقوسوا العالم، عم يضرب العالم كل نهار. عمر كان يشتغل بشركة تويوتا، عمر حمادي بطل بشركة تويوتا، صار ضل باب سبع عند ابن زار قاعد عنده فوق. جاب حاج خضر مصور اسمه ميلاز، جابه مشان يصور معه كاميرا. جماعة بلال الجن ما بيطلعوا سيدي بعد الظهر، عفوا بيطلعوا بعد الظهر، بيطلعوا باب سبع هني. نحن شغلتنا بالليل ونروح على بيوتنا بالنهار. بيطلعوا هني لقطوا 3، وقت اللي جابوهم على الدار ما ضل غير بلال الجن وسامر حش خضر وابو عبده وابن زار وعمر. مين الثلاثة اللي لقطوهم؟ لقطوا 3 ما بنعرفهم، بس على القتل قالوا لهم اعترفوا انه انتم جماعة الشبيحة، قتلوهم بعد ما حققوا معهم صوروهم، حطوهم بالسوزكي، طلع قدامهم بلال الجن بالسيارة السودي
وراها اخذوهم هذيك الجن اوسوهم ورجعوا بلال الجن. وقلت لي ارجوكم صورهم بعد ما مصور الانترنت هو حاطهم عنده الكمبيوتر بالفلاش مع بلال الجن. مصورهم لما معذبينهم وبعد قتلهم؟ مصورهم معذبينهم ومصورهم وقت اوسوهم زتوهم. شو المصاري اللي كان يبعثها مجاهد؟ قديش كمية المصاري اللي كان يبعثها مجاهد لعمر؟ لعمر أول مرة بعت له 250,000، ثاني مرة بعد فترة شهر جمعتين بعت له 2,000,000، قال له مشان تشتروا سلاح، بيجيب له إياهم من طريق لبنان، من لبنان لطرابلس، من طرابلس بيجيبهم الحج خضر، حج خضر ما نده هون إله عالم، حج خضر بيجيبهم الحج خضر اللي عند عمر حمادي، وبيجيبهم بيعطيهم بيشتري سلاح. بيشتروا سلاح وبوزعوه لأهل باب السباع. بوزعوا لباب السباع. هاي تاني دفعة. تالت دفعة جاء 2,500,000. صار يشتروا سلاح ويعطوهم. بقى المصاري أجار البيوت وبيعطي كل واحد 2,000-2,500 للمتجوز عنده أولاد. نحن نروح على بيوتنا بالنهار. خلص بالصبح ونروح على بيوتنا. هني يضلوا هنيك مستأجرين أكل وشرب. جماعة بلال حج خضر وابن زور. مستأجر لهم دار. يعني بيعطي 2,500 لكل واحد مع بالجماعات المسلحة، كل واحد معه سلاح بيعطيه 2,500؟ ايه كل واحد 2,500. كل ايمتى هاي 2,500؟ كل جمعة. بس ما عطول، انا اعطاني شهر بعدين وقف على اجاني مصاري وما اجاني مصاري، بعدين وقف. انا صلي معهم شهرين بس. هلا انت كم مرة هاجمت الجيش معهم؟ انا هاجمتهم مرتين، حد الفاخورة حد المستوصف. هني يهجم عند القلعة ورد يهجم عند المستوصف. وقتلتوا حدا لما هجمتوا على القلعة وعلى المستوصف؟ نحن ما هجمنا حد الفاخورة حد المستوصف. نحن بعيدين بعيدين في شوالات حاطين قاعدين بقلب الشوالات. نحن نشوف سيارات اسعاف تجي العالم بس ما شفنا حد يموت. بس قالوا لنا 4 حد المستوصف صابوا ماتوا ما بنعرف. قالوا لنا شو اشتروا بالمصاري غير الأسلحة؟ اشتروا 4 أجهزة سرية. أول شيء كان أبو عبده عودي معه سرية من قبل، اشتروا 3 أجهزة، واحد لأبو عبده، واحد لبلال الجن، واحد لحش خضر، واحد لعمر. دولة لكل واحد رئيس عصابة. كل قائد جماعة. كل قائد مجموعة. هدولة. كل واحد معه جهاز سرية. كل واحد معه 4 أجهزة. خليوي. كل واحد. بيتصلوا فيهم. قوازف الأربجة ضلوا مع بلال. هن والرشاشات. هو بيطلع فيهم. هو جماعته. نحن ما شفناهم. لأنه جماعته كبيرة. بيطلعوا فيهم هن. نحن وقفتنا حد الفاخورة. بس اسمي حذيفة صفح حمادي، مواليد 84، ساكن بباب الدريب بس المسكن حد الفاخورة. حذيفة شو دراستك؟ صف الخامس. احكي لي شو صار معك من بداية الأحداث بحمص. اتصل فيي عمار حمادي قال لي تعال بدي اياك. اجيت لعنده قال لي بدنا نشكل مجموعات. قلت له شلون نشكل مجموعات؟ قال لي بدنا مصاري. قلت له منين نجيب مصاري نحن؟ نحن ما بدنا نشتغل بناكل. قال لي في واحد اسمه مجاهد السعودي، السعودي مجاهد تركاوي. قلت له ايه؟ قال لي هو بعتنا مصاري، هو بدي انا نشكل مجموعات. قلت له نحن منين نجيب من العالم؟ قال لي انا بعرف حدا باب السباع. قلت له ايه؟ تركته راح هو على باب السباع. بيعرف هو ابن زار. ابن زار عرف على بلال الجن وابو عبده حج خضر عبد القادر، عرفوا عليهم وقال لهم هو بعطيكم سلاح بس كل واحد عملنا مجموعة. قال له ايه؟ قال له منين نجيب سلاح؟ قال له في واحد سعودي بعتنا مصاري. قال له ايه؟ اشترى اول مرة ب 250,000 سلاح، ثاني مرة بعت له 2,000,000 اشترى سلاح، بعت له اياهم من طريق لبنان، من لبنان بعت لهم الحج خضر جابهم، جاب لهم الحج خضر لوين؟ لعند عمر.
وعمر اشتري سلاح. شو السلاح اللي كان يشتروه؟ روسيات اول شيء، اشتروا روسيات. بعدين وقت وصلت ثاني دفعه اشتروا قواذف ورشاشات. حطوا عند بلال الجن. بلال الجن لانه عنده مجموعته كثيره. نحن حطونا بالمريجي حد الفاخوره. قبل المريجي، هلا انتم كم مجموعه صرتوا؟ صرنا خمسه. احكي لي كل مجموعه شو عددها ومين مسؤول عنها وشو فيها سلاح؟ حج خضر بالخالدية ما بنعرف عنه شيء، انه بالخالدية. ابو عبده عنده خمسة ستة، هو لانه ازاوية المريج، ازاوية باب سبا. او ابو حج نزار وابو نزار عنده خمسة. حج خضر عنده شيء 30 واحد مستأجر لهم دار وقاعد معاهم هو. نحن خمسة حد الفاخورة. نصرنا نحن بنفس الشارع بس لاخو. بس اكثر شيء بلال الجن، هو سامر ابن عمه عندهم. بيجي بيقول لنا اوسع الجيش مرون اوس. نحن مجموعة بلال كم واحد كانت؟ 30. 30 واحد؟ ايه. بضلوا هدول بالليل وبالنهار مستاجر لهم شقة وقاعد معهم، بضلوا معهم. شو بعدين، شو العمليات اللي عملتوها بعد ما تشكلت هاي المجموعات؟ اجى كل واحد شغلته، اجى سلاح. يجي بلال هو المستلم، بلال الجن وعمر. يجي وابن زار يقول له هجموا على الجيش، نقوس على الجيش. اول مرة قوسنا اجت سيارة اسعاف اخذت اربعة. اجى بلال الجن قال تعالوا هجوم على المستوصف. نحن ما يقرب علينا لانه مجموعتنا لحد لحد الفاخورة. يجي بلال وجماعته اخذ مننا ونروح نقوس عند المستوصف. ما شفنا حد يموت نحن، بس شوف قوسنا. بلال الجن قريب حد القلعة. يقوس بلال انه الجيش هنيك حد القلعة. نقوس هنيك بلال الجن. بلال الجن يطلع بسيارته بالليل هو مجموعاته، يقوس بالشوارع. بالشوارع يقوس بلال هو مجموعته لأنه كبيرة، عنده سيارتين، سيارة من دون نمر هونداي سودي وسيارة بنمر. بلال بسوقها، وفي سيارة تانية ابن عمه بسوقها، هاي مستأجرينها. حاج خضر بالخالدية ما بنعرف شي عنه، بس بيجي بياخذ سلاح وفشاك. طيب شو الهدف من هذا الموضوع؟ بلال الجن وعمر بيقولوا انه الجيش عم يهجم على الشعب، هو ما الجيش عم يهجم، ما شفنا حدا. بيقولوا عم يهجم على الجيش وعم يقوس وعم يضرب العالم، نحن لازم نقوس. بلال وعمر مين بيقول له؟ من جهه التركاوي بالسعوديه. بيقولوا ليك عم يقوس العالم، عم يضرب العالم كل نهار. عمر كان يشتغل بشركه تويوتا، عمر حمادي. بطل بشركه تويوتا، صار ضل باب سبا عند ابن زار قاعد عنده فوق. جابوا حاج خضر مصور اسمه ميلاز، جابوا مشان يصور معه كاميرا. جماعة بلال الجن ما بيطلعوا سيدي بعد الظهر، عفوا بيطلعوا بعد الظهر، بيطلعوا باب سبا هني. نحن شغلتنا بالليل ونروح بيوتنا بالنهار. بيطلعوا هني لقطوا ثلاثة وقت اللي جابوهم على الدار، ما ضل غير بلال الجن وسامر حاج خضر وابو عبده وابن زار وعمر. مين بلغ اللي لقطوهم؟ لقطوا ثلاثة ما بنعرفهم، بس على القتل قالوا لهم اعترفوا انه انتم جماعة الشبيحة. قتلوهم بعد ما حققوا معهم، صوروهم حطوهم بالسوزكي، طلع قدامهم بلال الجن بالسيارة السوداء وراها اخذوهم هذيك الجن قوسوهم ورجعوا بلال الجن. وقلت لي ارجوكم صورهم بعد مصور الانترنت، هو حاطهم عنده الكمبيوتر بالفلاش مع بلال الجن. مصورهم لما معذبينهم وبعد قتلهم؟ مصورهم معذبينهم ومصورهم وقت قوسوهم زتوهم. شو المصاري اللي كان يبعثها مجاهد؟ قديش كمية المصاري اللي كان يبعثها مجاهد لعمر؟ أول مرة بعث له 250,000، ثاني مرة بعد فترة شهر جمعتين بعث له مليونين. قال له مشان تشتروا سلاح. بيجيب له إياهم من طريق لبنان، من لبنان لطرابلس، ومن طرابلس بيجيبوا الحج خضر. حج خضر ما له هون إلي عالم، حج خضر بيجيبهم الحج خضر لعند عمر حمادي وبيجيبهم